رايك بقى في التكنيك بتاع ازازه ابو جبل ده؟ بص، انا ما اعتقدش ان في حد اساسا بيلعب، حتى لو في تكنيك او في حتى مدرسه ان انت تلعب زاويه واحده، ما بتبقاش ناجحه قوي. وارد ان انت بتعملها مره وانت وحظك، لو ما جاتش خلاص زي ما انت شفت هو ده اللي حصل. ولكن الافضل ان انت يبقى المذاكره اكتر على اللعيبه، ان انت كل واحد بيشوط فين والنسبه الاكتر. وما اعتقدش ان انت في 8 لعيبه في فرقه واحده بتشوط في زاويه واحده. يعني انت ايه رايك ان هو كان بينط في زاويه واحده طول ضربات الجزاء؟ هل دي كانت تعليمات مدرب ولا؟ انا للاسف الشديد ما حصلش لسه تواصل مع ابو جبل، لان انا لسه راجعين برضه من الامارات، والبطوله كانت بالنسبه لنا بنشاهدها هناك، فمش عارف مدى اللي كان مكتوب على الازازه طب وسا كمدرب، هل بيدي تعليمات لحارس المرمى انه ينط في زاويه واحده؟ خليني اقول لك ان الحمد لله من اكتر الاجوان اللي موجود في الدوري المصري محقق ضربات جزاء، ويمكن اخر ريكورد حصلت عليه ان انا اخر سنه وانا بلعب او سنتين اخدت 5 ضربات جزاء متتاليه ورا بعض، مفيش ولا واحده فيهم اتشاطت وضاعت او طلعت، صديتها. وكمان الميزه ان انا دلوقتي حتى وانا موجود بدايه من نادي الاسماعيلي مع محمد فوزي 2 ضربات جزاء ورا بعض في ماتش الجيش وماتش اسوان، ثم اتنقلت كمان لنادي الزمالك انا مع عواد صادد معايا هو 5 ضربات جزاء، 2 في بيراميدز في قبل نهائي كاس مصر، وواحد في ماتش المصري في الدوري، و2 في الرجاء المغربي في بطوله التحدي في دبي. فكل ده ما جاش بالصدفه، بيجي بالدور.